مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومايل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وكمان السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي النهاردة كمان فرصة لسقوط بعض الأمطار الخفيفة على السلوم ومطروح، وبالليل هيكون في نشاط للرياح في بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة بتنضم لنا الدكتورة منى غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة. نطمن من حضرتك على أخبار الطقس النهاردة. احنا اليوم طبعا بنشهد ارتفاع طفيف في درجات الحراره لتكون اعلى من المعدلات الطبيعيه لها في هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه، فاحساسنا بالطقس خلال فترات النهار طقس حار رطب على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائل للحراره على المناطق المطله على البحر المتوسط، شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. الوقت ده تحديدا هنحس باختلاف درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل، لأن مع دخول ساعات الليل وغياب أشعة الشمس الأجواء بتكون معتدلة تماما على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة كمان في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بنحس ببعض البرودة بسبب انخفاض درجات الحرارة. مع فترات المساء أيضا بيبقى في نشاط للرياح، سرعاته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه على اغلب مناطق الجمهوريه. نشاط الرياح ده بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، بيخلينا نحس بانخفاض درجات الحراره فترات المساء وفترات الليل. فاحنا فتره النهار هنحس بالاجواء الحاره، وفترات الليل هنحس بالاجواء اللي نقدر نقول المعتدله تماما، هيبقى في اختلاف بين فتره النهار وفتره الليل، وده اللي متوقع يكمل معانا على مدار الايام القادمه ان شاء الله، مدار هذا الاسبوع ارتفاع في درجات الحراره. بالإضافة كمان في فترات الصباح الباكر بتتكون شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن ما بتأثرش بشكل كبير على الرؤية الأفقية. طيب احنا من امبارح بدأنا بالفعل فصل الخريف، خلينا نعرف هل في انخفاض في درجات الحرارة الأيام اللي جاية، ولا لسه شوية في موجة حر ممكن تقابلنا في الفترة اللي جاية دي؟ هو طبعا فصل الخريف دايما معروف بتقلبات الجوية الحادة والسريعة، خاصة النصف الأول من الخريف بيحصل فيه موجات ارتفاع في درجات الحرارة، وده اللي متوقع على مدار هذا الأسبوع يكون فيه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، متوقع توصل ل 35 درجة مئوية منتصف في الأسبوع إن شاء الله. فإحنا على مدار هذا الأسبوع هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة، لكن وارد يحصل تقلبات جوية في حالة الجو، لأن دايما الخريف معروف بتقلبات الجوية الحادة والسريعة. شفنا الأيام اللي فاتت في بعض المناطق فيها سقوط لبعض الأمطار الخفيفة، هل في فرص لسقوط أمطار أكتر بتبقى يعني في عدد كبير من المحافظات، ولا لسه الأمر مش مستقر حتى الآن؟ يعني هو إلى الآن فرص سقوط الأمطار بتتلاشى على أغلب محافظات الجمهورية، الأوضاع مستقرة تماما، لكن برضو وارد يحصل تغيرات في الحالة الجوية في أي وقت، خاصة كمان إن احنا مع بدايات شهر 10 فرص الأمطار هتبدأ تزيد مع يعني قدوم المنخفضات الجوية على سطح البحر المتوسط. دايما فصل الخريف بيحصل فيه سقوط أمطار على المناطق الساحلية أو المناطق الجنوبية. نشكرك في نهاية اللقاء والحوار، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع ونشوف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 34 والصغرى 23، العاصمة الإدارية العظمى فيها 34 والصغرى 23، اسكندرية 30-22، العالمين الجديدة 30-22، مطروح 28-21، دمياط 30-22، بورسعيد 29-23، الإسماعيلية 34-22. السويس العظمى فيها 34 والصغرى 22، العريش 30-22، كاترين 32-18، طابة 36-23، حلايب 35-26، شلاتين 39-26، شرم الشيخ 40-27، الغردقة 41-26. نروح للفيوم، العظمى فيها 39 والصغرى 23، الوادي الجديد 43 والصغرى 24، بني سويف 39-23، أسيوط 42-23، سوهاج 42-23، قنا 43-24، الأقصر 43-25، وأسوان العظمى فيها 43 والصغرى 26.
دلوقتي بعد ما عرفنا درجات الحرارة دلوقتي نكمل مع أحمد وجمانة باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لمي.